يعني في البداية حابين نعرف منك يا فندم أهمية هذا المشروع، مشروع قومي للبلازما. مشروع قومي فعلا، مشروع هام جدا، مشروع استراتيجي. حتى ولادة هذا المشروع خد جهد كبير جدا فني وطبي ودعم كبير جدا من سيادة الرئيس حتى أصبح المشروع حقيقي. طبعا البلازما دي مشتق يعني جزء من الدم، الدم فيه كرات الدم الحمراء بتشكل 45% من حجم الدم، والبلازما هي السائل اللي موجود اللي هي بتشكل 55%. معظمها ميه ووتر، لكن المحتوى انها بتحتوي حاجات في منتهى الاهميه، حاجات حيويه لحياه الانسان. فيها الالبيومين والجلوبولين، وفيها مواد التخثر اللي هي خاصه بالتجلط، وفيها اقسام مناعيه كثيره جدا يعني. طبعا في امراض كثيره بتحتاج البلازما، احنا عارفين التبرع بالدم، لكن ده تبرع بالبلازما او استخدام البلازما اللي هي جزء من الدم، لانها بتحتوي مواد هامه جدا بنحتاجها. الالبومين او الزلال في مرضى كثيرين بيحتاجوه، مواد التجلط في منتهى الحيويه لمرضى في حالات خطيره جدا زي حالات الهيموفيليا وحاجات النزيف، في اجسام مناعيه. حضرتك مشتقات البلازما دي كنا بنستوردها كلها من الخارج. القضيه ليست قضيه استيراد فقط، وبعدين احنا عندنا الماده الخام موجوده، يعني احنا ساعات بنقول عايزين نجيب المواد الخام عشان نصنع الادويه، لكن الماده الخام موجوده عندنا كلنا. وهذا هو النظام السائد في كل بلاد العالم، ان الناس بتتبرع بالبلازما حتى يصنع ما يسمى مشتقات البلازما. طب احنا ما كانش عندنا تصنيع لمشتقات البلازما، يعني كان ممكن ناخد البلازما نديها المريض محتاج البلازما على بعضيها. انما مشتقات البلازما اللي بيحتاجها وحيويه لكثير من المرضى، وزي ما قلت لحضرتك هي ما لهاش بديل، كنا كلها بنستوردها. هنا ليست القضيه فقط يا استاذ شاذلي او استاذه جمانه، ليست قضيه ماليه او قضيه اقتصاديه، وهذا جزء شقي مهم جدا. لكن القصه الثانيه المهمه هي الاتاحه. وتوفر هذه الادويه بصوره مستمره لانها تساوي حياه كثير من المرضى. صحيح. فالنهارده لما سياده الرئيس والدوله تتبنى هذا المشروع القومي الهام جدا لتجميع البلازما الاول، ودي مراكز بتتعمل ذات مستويات عاليه جدا، لان هنا الدقه والجوده والعلم لا يحمل الا يعني الجوده بنسبه 100%. طبعا. فحضرتك كون نقدر يحصل نوع من التفاهم والتناغم والاشتراك مع شركة عالمية معروفة جدا في هذا المجال، وتعمل شركة مصرية أسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع المشتقات، فهذا مشروع كبير جدا. احنا النهاردة عندنا المراكز معمولة بمستوى عالي جدا وبكل المعايير والمقاييس العالمية، بتتجمع البلازما اللي هي احنا بنتبرع بيها لهذه المراكز، بتتجمع حاليا بتصدر الى المصنع الاسباني، وخدت كل المراكز دي خدت جوده عالميه، ثم تيجي لنا في منتجات منتهيه. طب وبعدين؟ احنا بدا بالفعل انشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما وتصنيعها في العاصمه الاداريه الجديده، ان شاء الله هينتهي خلال فتره قريبه جدا. ان شاء الله.